قرر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس تأجيل المسيرة اللي كانت مقررة اليوم لنصرة غزة إلى يوم الثلاثاء 20 نوفمبر الجاري بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار، لكن هذا ما منعش البعض من تنفيذ وقفة احتجاجية للتنديد بالمجازر اللي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. أيمن معتوك. بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار صباح اليوم، قرر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس تأجيل المسيرة السلمية لنصرة غزة اللي كانت مقررة اليوم إلى يوم الثلاثاء القادم، باعتبار أنه عدد كبير من الأشخاص لم يقدروا على الحضور. ولكن بالرغم من هذا، فإن البعض خير الاقتصار اليوم على وقفة احتجاجية تنديدا بما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من عدوان همجي من قبل الكيان الصهيوني. الاتحاد الجهوي أصدر بيان تنديدا بالهجوم الذي عملته العصابات الصهيونية على أهلنا في غزة، ودعا كل الجماهير في صفاقس من أجل التجمع للتعبير على السخطة، وأساسا لتكريس لدفع هذه الحكومة من أجل تجريم التطبيع. الظروف المخنية حالت دون تجميع عدد هائل في حجم الاتحاد وفي حجم غزة. المحتجين طلبوا بإدراج بند في الدستور يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وعبروا من جهة عن مساندتهم للشعب الفلسطيني في معركته مع الكيان الصهيوني، كما عبروا من جهة أخرى عن استغرابهم من صمت الحكومة العربية مع هذا العدوان رغم تعاطف الشعب العربي مع الفلسطينيين. اليوم المعادلة اللي عملتها جماهير أمتنا في كل الأخطار وفي فلسطين وفي غزة في المحاولة متاع الصهاينة من أجل إرباك أمتنا، إلا أنه كل المحاولات هذه تفشل على صمود أمتنا وعلى كل مواقع الصمود في هذه الأمة. رسالة قطر والسعودية اللي تقول لنا راعي الإسلام، وينهم مقبل كانوا يضربوا في القذافي، يقول لك الله يبارك حذروا دباباتهم وطيارات وسوريا البشار كيف كيف وفبدوا ولا أخواننا المسلمين في غزة قاعد عليهم قصف، علاش ما يمشيوش يجاهدوا معهم؟ وراكم أخواننا شياديين هذوما، فهمتني؟ قولوا لهم دوا برك، فهمتني؟ برا مشيوا ما تجاهد، حاب تدخل الجنة وأي واحد عم يدخل الجنة يمشيوا لفلسطين، فهمتني؟ هذيك قضية سوريا، هذيك مسألة أخرى، نمشيوا كلنا نتوحدوا في هدف واحد هو هي غزة وتحرير الأقصى. كما دعا المحتجين كل العرب إلى التوحد لمقاومة العدو الصهيوني ونبذ الانقسامات، فضلا عن مطالبة الحكومة التونسية وكل مكونات المجتمع المدني والسياسي للتنديد بهذا الكيان المصطنع اللي يقوم بجرائم ضد الأطفال والنساء والشيوخ بأبشع وسائل الدمار الحربي.